أنا بنتهما شعبية بالحق يعني تلقانا فامية. ديسكريميناسيون عمري ما ريتها في حومتي، يعني ما تسمعش كلمة خايبة. أنا من جيبس وبون جيبس نحبها برشا. مشي في بالي الغاسيزم في الجنوب يمكن أقل، بالرغم اللي في الجنوب تسمع برشا كلام كيما عبيد عتيق، وخاصة في جيبس تسمع كلمة وصفين وحرار. لازمنا ندخلوا للسياسة ونتمسخوا بالسياسة ونحاولوا نبدلوا من خلال السياسة. أنا اليوم نحب نعطي مروحي باش نشجع السود التوانسة إنهم ينخرطوا في العمل السياسي، خاطر ما لغزمون ما نش ممثلين جملة في البلاد هذه. فلنا ما فهمش عبارة في الحبس مرهوشة وندور في اللارية. يا يوسف سياد رانا عايشين في حبس. التجربة اللي عشتها عاونتني باش نعرف روحي باش نكون أقوى وأجرأ.